القاضي، أهلا وسهلا فيكم بلقاء بعد 3 سنين. معكم الكوتش لورا مكران الزائرية السورية. I'm أمازيغ. أول لقاء لهذا اللقاء، أنا صرت مليون متابع. لما شفتكم أول مرة كانوا 250، فأنا بعتبر أنه أكيد وشكم خير علي. الشيء الحلو اللي استفدته بهي الثلاث سنين أني أنا أسست أكاديمية قوية جداً، من أهم أكاديميات الرقص الرياضي، والحمد لله أعد من الأشخاص المميزين ضمن عملي. استفدت بشغلة تانية، علاقاتي الاجتماعية تحسنت جداً. والشغلة اللي هي الأهم، إنه أدركت إنه لازم أعرف إنه أنا كل ما زادت شهرتي إنه أنا لازم أتقبل أكثر النقد. كتير راضي يعني عن حالي بعد 3 سنين. أكاديميتي بتحتوي أكثر من نوع رياضة وأكثر من نوع رقص، وأنا شخصياً برقص أكثر من نوع رقص، ولكن اللي محددة فيه بشكل خاص كتدريب هو الرقص الشرقي. بعد الكورونا كان صايبتني حالة نفسية فترة من الفترات، اني انا ما عاد بدي اشوف حدا، ما عاد بدي اعمل شيء. سمنت طبعا نفسيا وجسديا وصحيا ومن كل النواحي تأثرت بقعدة الكورونا. لقيت تشجيع وفي تعليقات نقد كمان شجعتني، يعني في تعليقات تبع سمناني كوتش انه ليش هيك تعركي حالك، خلينا نشوف شيء جديد، وين غايبه وين كذا. فانا كثير تشجعت، عم بلش من جديد وعم بلش بقوه، وكرمال المليون حيكون في كثير شغلات جديده. بتمنى تتابعوني. بيجيني رسائل من الجزائر كثير، الجزائر بشكل خاص كونه انه يعني انا بنت البلد، فحتى هن بيشجعوني انه اطلعي ونحن بنساعدك، وحتى عم يدلوني على برامج عن طريق برامج تلفزيونيه اني ارجع استعيد الجنسيه من جديد، عم يعملوا مساعدات وهيك قصص. فكثير انبسطت، يعني انه حسيت انه يعني حسيت بالانتماء بالرغم اني انا بعيده. المرحله القادمه حيكون في وركشوب خارج سوريا، وركشوب هي مثل دورات مكثفه لحتى وسع نطاق اسمي اكثر واطلع خارج سوريا. فاول دوله حتكون هي الجزائر. انا متاكده انه في محبين هنيك، وانا متاكده اني حلاقي تشجيع. الشيء الجديد اللي حيكون ضمن الاكاديميه، اللي هو اول مره حيكون موجود بسوريا، اللي هو الرقص الامازيغي، داخلين فيه مع الرقص الشرقي بس بلمسه من الرقص الشرقي، كرمال ضل محافظين على التراث. صار لي تقريبا شي 7 سنين عم درب، طبعا كاكاديميه لي مزبوط سنه، بس لهلا عم لاقي عالم انه لما بتجي انه ما تقولي قدام حدا انه نحن مسجلين رقص، نحن مسجلين رياضه. طب اوكي وين المشكله؟ بليز لا تخجلي تقولي انه انا عم درب، انه انا عم بتدرب رقص شرقي، لانه هو صار لون كثير مميز وكثير حلو، وصدقا هو يمكن 90% من الكره الارضيه هي بتحب الرقص الشرقي، هو نمبر 1 تقريبا كرقص. نصيحة لكل اللي عم يشوفونا، حاببتي خليكي فيه، ما في ولا شيء بالكون بيقدر يوقف بوشك، وقد ما حبيتي حبي نفسك بالأول. كونوا بخير، رح اشتاق لكم للقاء تاني. باي. واضح.